السلام عليكم. تم صبيحة اليوم بولاية الجزائر تدشين 3 فنادق رائعة هائلة، يعني بمعايير عالمية. وهذه الفنادق الثلاثة توجد في كل من بلدية بير مراد رايس وبلدية بوزريعة وكذلك المدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله. وهنا نشوف عندنا نبذة نتاع بعض يعني الجوانب من هذه الفنادق الثلاث. وللذكر انه التدشين تم من طرف وزير السياحة وكذا والي ولاية العاصمة. اذا هذه هي. وللعلم انه في ظرف العامين الاخيرين تم تدشين ما لا يقل عن 25 فندق في ولاية الجزائر العاصمة ولوحدها، وهذا شيء إيجابي كثير إذا راعينا قوانين وقيم مجتمعنا في ميدان السياحة والفندقة. لابد لابد ولابد أن نطور هذا الجانب إذا أردنا أن نطور اقتصادنا بصفة عامة، لأن السياحة أصبحت يعني مقوم هام و يعني وسيلة لا يستهان بها في تنويع المداخل من العملة الصعبة. إن شاء الله إن شاء الله الاستثمارات في هذا الميدان تكون يعني في كل ولايات الوطن بعد استغلال كل يعني الطاقات والموارد الطبيعية والتاريخية التي تسخر بها الجزائر. ونخليكم يعني هذا الفيديو. السلام عليكم.